في حاجه كده ازازه كده انا هسميها زجاجه الانتصار اللي كانت في ابو جبل، ان شاء الله هننزل لها صوره ونعرف الناس ان احنا بنشتغل ازاي. يعني ده من ضمن الدراسه اللي كانت بتتعمل للمنافسين، بتشوف اللعيبه بتسدد فين. وعندنا الاثنين الصراحه اللي موجودين معانا، جيرارد مور واحد انجليزي بيشتغل معانا من بدايه تولي الراجل، ولد كويس جدا 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 انجليزي، ومعانا محمود سليم محلل اداء مصري معروف برضو هنا.